تم ضرب ثلاث صواريخ في نفس المكان اللي انت شايفه هنا زي ما انت شايف، ثلاث صواريخ في المكان اللي احنا فيه. طبعا الضحايا بداش نحكي كتير، الضحايا اطفال نساء شيوخ، ويا ريت نلمهم كاملين، نلمهم شباك وقطع واشلاء. نتيجة ايش؟ حرب. طب حرب طول يا الله. روح شوف الصالة كيف هذه البنت الصغيرة طلعها من تحت الردم ورا كل حجر فوقي، وانت ولا حاجة ضل فيها كلها راحت. خلاص والصالة ولا شباك ولا باب. السمنة احنا يصير فينا هيك؟ ليش يصير فينا هيك؟ يا رب يا رب يا رب.